الآية 25 فيها كلمة الحديد وسميت السورة الحديد، والتسمية توقيفية بشكل عام، ما يكتب في المصاحف من أسماء السور توقيفي. إيش يعني توقيفي؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا، لكن ممكن نسمي بأسماء، أسماء للتعريف بالسور، ولكن لا يجوز كتابتها في المصحف إلا أن تكون هي من الأسماء إيش؟ توقيفية. بعض السور لها اسم واحد توقيفي، سور ممكن تجد اسمين إلى آخره توقيفي. لذلك إذا وجدت في بعض المصاحف أحيانا بيعطي أكثر من اسم، مصحف هذا بيعطي اسم والمصحف هذا بيعطي اسم، بيكون الاسمين توقيفيات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سميت الحديد. الآية 25 وسميت الحديد، معناته هذه الآية مهمة. مثلا الآية 27 سميت الحج، وفيها كلمة الحج، وفيها كلمة الحج، وآخر كلمة حج على فكرة في ترتيب المصحف، وهون آخر كلمة حديد في ترتيب المصحف، وسميت السورة الحديد. مثلا نوح سميت السورة نوح عليه السلام، وآخر ورود لكلمة نوح في هذه السورة، في هذه السورة، فبعد هيك ما فيش حديد. وعلى فكرة يبدو من الملاحظات انه لما نرجع للجذر اللي هو حدة او حددة، تمام، نجد انه في القرآن مشتق منه فقط 25 اشتقاق، 25 مفردة موجود في القرآن الكريم، زي مثلا يحادون، حاد الله، الحدود، مش كل هذا مشتق من حدة وحددة، تمام، 25 اشتقاق. آخر ذكر للحديد قلنا في الآية 25 من سورة الحديد، إذن لها أهمية خاصة. طيب، وأنزلنا الحديد. خلينا أولا، قسم منكم اللي بيحضر في اليوتيوب محاضرات الإعجاز العددي بيعرف المعلومة اللي بدنا نقولها الآن، لأنه في الدروس هاي غالبا إحنا منلفتش الانتباه للمسائل العددية. هو على فكرة سبق قلنا إنه العرب قبل الإسلام أعطت كل حرف من حروف أبجد هوز قيمة عددية، الألف واحد الباء اثنين ضمن نظام معين، كثير منكم بيعرف هذا الكلام المسمى بحساب الجمل. هذا لما نزل القرآن كان العرب هو جزء من لغة العرب، والعرب هم اللي أوجدوه على فكرة، وتأثرت به لغات كثيرة، وإحنا وجدنا في يوم من الأيام 13 لغة متأثرة بأبجدية العرب. كانت عندنا القوائم سرقوها اليهود، كانت عندنا قوائم في 13 لغة، وكل لغة كيف يعني سرقوها؟ أجوا دخلوا المركز وسرقوها، ما مش قضية. فال 13 لغة، كل لغة تستخدم الأبجدية العربية أو استفادت منها، وبالقيم العددية كمان بما فيه العبري، العبري اللي اتطفلوا على العرب في هذه المسألة وأخذوا. وفي بعض الناس قال بيزعم أنه الجمل أصله عبري، لا، والقضية بسيطة جدا، أنه كل حرف له قيمة وخلاص، أكثر من هيك لا. فأي جمل اخترع بعد الإسلام ما نعترفش فيه. هو الجمل اللي لما نزل القرآن، لما نزل القرآن كان موجود في لغة العرب خلاص، لأن القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وكان هذا من ضمن لسان العرب قبل الإسلام بألف وستمائة سنة وأكثر، تمام؟ والعرب بيستخدموا في التأريخ، وبيستخدموا حتى في التعبير أحيانا، كي قال لك با يعني اثنين إلى آخره. إذن فقط بهذه الطريقة. وإحنا طبعا استقرأنا القرآن ووجدنا مش مئات بل قد يزيد على المئات من الأمثلة تدل على وجود الجمل في اللفظة القرآنية كأسرار، وهذا أطلنا الحديث فيه كثير كثير. الآن الحديد هذا جمله 57، وترتيب السورة كم؟ 57. الألف واحد، اللام 30، الحاء 8، الدال 4، الياء 10، الدال 4، هاي 57. وإذا قمت قل التعريف وقلت حديد، لأن القرآن ورد فيه على فكرة الحديد، ورد فيه حديد، العبارات اللي وردت الستة في القرآن، ست عبارات الحديد، عندنا الحديد وحديدة وحديد، تمام، الحديد وحديدا والحديد، وردت ست مرات في القرآن الكريم. طيب،
الآن لكن هذا الحديد تعريف يعني انتهى معرف مش مجرد حديد الحديد تمام. الجمل حديد 26 26 وإحنا سبق في الدراسات قبل مركز نون يعني قبل 1998 قبل احنا بدينا في اول كتاب سنة 90 في الاعجاز العددي تمت الملاحظة انه جمل الحديد 26 وهو العدد الذري لعنصر الحديد. العدد الذري لعنصر الحديد ايش العدد الذري اللي هو عدد البروتونات. خلينا نقول ببساطة المادة كلها هاي مكونة من ذرات. الذرة مكوناتها في الغالب شيء وبدناش ندخل اكثر طبعا من العناصر الاساسية. عندك بروتون نيوترون الكترون وهذا اليوم لانه في اكثر الناس تعلمت في المدارس في المسألة سهلة بروتون الكترون نيوترون. في نواة نواة في الذرة فيها بروتون ونيوترون يعني جسيمات جسيم البروتون وجسيم النيوترون وبدور الكترونات. طبعا على فكرة افترض زي ما عبر البعض افترض انه النواة طابة صغيرة حتى نقرب لكم الصورة. افترضها طابة صغيرة قديش بتبعد الالكترونات ممكن تبعد 6 كيلو. هذا هو الفراغ اللي بين تصوروا 6 كيلو هالقد النواة قديش بيبعد الالكترون 6 كيلومتر تمام. هذا لو بدنا نكبر النواة لا بتصير طابة. هذا لو كبرنا النواة وصارت طابة هالقد بيبعد الالكترون 6 كيلو. طيب هذا سبق تحدثنا فيه شوية مش هذه القضية. اذا المكونات شيء بروتون الكترون نيوترون معناته الحديد في ذرة الحديد فيها 26 بروتون ذرة الحديد وهذا جمل الحديد. وعلى فكرة كل العناصر الوزن العدد الذري هذا بسموه عدد ذري. العدد الذري هو عدد البروتونات. كل العناصر يعني لما تقول ذهب العدد الذري خلاص الآن مش هتفهموا علي حتى أقول عن الوزن الذري أو العدد الكتلي مش قضية في التعبير. خلينا نتساهل اليوم في التعبير. لاحظوا الحديد كل حديد 26 بروتون لكن النيوترونات ممكن تختلف. النيوترونات ممكن تختلف ايش يعني تختلف. لاحظوا في حديد عدد نيوتروناته 19 زائد 26 45 بشيك 45. هذا 45 اسمه الوزن الذري للحديد هذا. طب وفي حديد مش 19 20 معناته 20 و26 46. في حديد وزنه الذري 46 هي عرفنا الوزن الذري العدد الكتلي أدق تمام مش قضية. الآن بظل ماشي على فكرة ل 72 يعني في عدد النيوترونات 19 20 21 22 23 24 25 26 وضيفها ل 26 في 26 تمام ل 72 ل 72. هذول بيسموهم نظائر الحديد. شو يعني النظائر؟ لاحظوا الذهب مثلا كمثال فش له نظائر خلاص عدد الذري وزن الذري فش الا هالذهب يعني ثابت يعني عدد البروتونات والنيوترونات دائما في الذهب واحد في الذهب دائما والألمنيوم كمان مثلا دائما العدد الذري اللي هو البروتون والنيوترون اللي هو زائد بصير اسمه وزن ذري دائما ثابت. لكن هاي الحديد فيه 28 نظير. الحديد فيه له 28 نظير. ايش يعني 28 نظير؟ يعني دائما العدد الذري 26 بروتونات ولكن الاختلاف في ايش؟ في النيوترونات في 19 و20 و30 الى عند 72 الى عند 72 المجموع. طيب تمام 28. وعلى فكره كأنهم الناس فاقدين واحد لانه اللافت للانتباه انه عدد ايات سوره الحديد كم؟ 29 في واحد. انا بذكر في دراسات قديمه لي اكتشفت انهم 29 وفي واحد وفي حديد كائن موجود في الطبيعه ومندثر ولذلك الان بيقولوا انه النظائر 28 هي سوره الحديد 29 فهمت؟ يعني هذه كل يعني معلومه هيك على لكن سبق هذه دراسات قديمه في الموضوع تمام. هذه كلها نظائر مشعة. شو يعني مشعة؟ يعني لا تثبت حديد
تتحول لمواد تانية. يعني مثلا لما نقول اليورانيوم اللي هو عدد الذري 92 اللي هو بروتوناته، يعني بروتونات العدد الذري لليورانيوم 92 بروتونات، هذا مشع بتحول مثلا وبشع بتحول لراديوم مثلا لما يفقد فترة نصف العمر بسموها. كيف يعني؟ كيف باختصار؟ عندي نفرض كيلو من هيك نعبر كيلو من اليورانيوم، نفرض فترة نصف العمر مليون سنة مثلا، وأكثر فيه طبعا في ملايين مليون سنة. بعد مليون سنة نص هدول بيكون يورانيوم ونص هدول راديوم إذا صح تمام. النص هذا بعد مليون سنة، نص اليورانيوم يعني بعد مليون سنة نصه بظل يورانيوم والنص الثاني راديوم، بظل 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 تمام حتى يستقر، استقر بصير رصاص. تمام مزبوط يا أستاذي؟ بيستقر بصير رصاص، احنا بنسأل له الاختصاص طبعا. بيستقر بصير رصاص في الأخير، بيستقر إذا ما بيعودش مشع. كل الحديد 28 مشع ما عدا 4، لكن احنا في بعض كتبنا كتبنا بس 3 ما كتبناش 4. يعني في الكتاب المقتطف بيانات الإعجاز العددي بنقول إنها المستقرات هن، لاحظوا 56 57 58. 57 وين واقع؟ في الوسط. ترتيب صورة الحديد كم؟ 57 الوزن الذري. إذا جمل الحديد 57 وهو ترتيب الصورة هذا الوزن الذري، وجمل الحديد 26 هذا العدد الذري. تمام؟ وهذا إشي عجيب في موضوع الجمل وفي موضوع ترتيب الصورة. في بعض الناس يقالوا قالوا إذا أضفنا البسملة كآية ما هي الآية 25 بتصير 26.